السلام عليكم. فيه أمر في الصلاة يشكل على كثير من الناس، ألا وهو رفع اليدين في الصلاة. طبعا احنا نعرف ان التكبير قوله الله أكبر يقال في كل تنقلات الصلاة. الله أكبر تقوله في كل تنقلات الصلاة، الركوع والسجود والرفع من الركوع وغيره، لكن رفع اليدين لا، في أربعة مواضع في الصلاة فقط. ما هي المواضع هذه؟ الموضوع الأول تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر، هذا واحد. الموضوع الثاني تكبيرة الركوع، تقول الله أكبر وتركع. الموضوع الثالث تكبيرة الرفع من الركوع، تقول سمع الله لمن حمده، إذا كنت تصلي لحالك. وإذا كنت مأموم وقال الإمام سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد. خلصنا من الموضوع الثالث. الموضوع الرابع والأخير القيام من التشهد الأول لما تخلص.